مساكم الله بالخير مشاهدينا وحياكم الله معنا وليلة جديدة ومميزة بإذن الله من ليالي الكويت. مساء الخير فهيد. مساء الخير غادة ومساكم الله بالخير مشاهدينا وحياكم الله. غادة اليوم شفنا اليوم حر ارتفاع درجات الحرارة حر بشكل مو طبيعي. من بداية النهار وتحس الشمس يعني حارقة حيل. بعدين الخبر في خبر طبعا وزارة الكهرباء عندهم خبر أعتقد يقولون اليوم وصل الحد الأصفر أو شيء كذي. إيه أنت عارف دائما يكون في مثل مؤشر لارتفاع الأحمال التي تستخدمها المواطنين والمقيمين داخل الكويت، ويعني من بداية الصيف الحين بلشنا نوصل للأصفر اللي من بعده أحمر وهو أخضر أصفر أحمر. الله يستر. فالله يستر. لكن صراحة الجو متعب بشكل كبير. وعندك خبر اليوم محافظة الجهرة الأولى عالمياً. الأولى بالعالم اليوم الجهرة. ما أدري أفرح ولا أزعل على الخبر هذا. الخبر يقولك إن الجهرة اليوم الأولى أكثر حرارة في العالم. تخيلوا سجلت أعلى درجة حرارة عندنا بالجهرة. عشان تعرفين الجهرة مو شوية أقوية. متحملين اليوم درجة حرارة 50 درجة. فعسى الله يعينهم ويقويهم ويعين جميع المناطق والمحافظ. بس يا جماعة ديروا بالكم يعني من حرارة الجو، لا حد يستهين بالحرارة ويطلع، وخاصة العمالة والناس اللي موجودة. لازم طبعا أكيد نرشد استهلاك الكهرباء، خصوصا للناس اللي راح تسافر وراح تترك بيوتها مسكرة. فياريت تديرون بالكم أن يعني تسكرون كل الليتات اللي ما لها داعي، حتى المكيف يعني خلوه على 24 أو 25 بشكل أنه يعني يحافظ على برودة المكان لكن ما يستهلك كثير من الطاقة. يعني بالنهاية حتى لو أنت تسافر فكر بغيرك اللي موجود هنا. ويقول لك أصلا يعني طيران المدني، طبعا هذا خبر من طيران المدني، أنه أكثر من 6 ملايين مسافر في الصيف. كم تعداد سكان الكويت؟ ما أدري صراحة، بس يعني الكويت كلها بتسافر؟ ما أدري. يمكن الناس صار لهم سنتين مو مسافرين، ما أدري صراحة. بس يعني الرقم كبير، يمكن ناس ترانزيت أو ناس رايحة بترد. لكن عسى الله يحفظ الجميع ودير بالكم اللي مخطط وده يسافر. التذاكر بدأت تصير ارتفاع الأسعار بحرارة ارتفاع الجو، ترتفع التذاكر، كل شيء راح يرتفع الحين. فإن شاء الله تكون إجازة سعيدة، خصوصا لبعض الأبناء اللي يعني في أواخر أيام الفاينلز وبعض المراحل خلصت دراستها. فنقول إن شاء الله يا رب تكون إجازة سعيدة وموفقة لكافة أفراد الأسرة إن شاء الله بإذن الله. واليوم عندنا ضيف مدير العام الهيئة العامة للرياضة الأستاذ حمود فليطح. لكن بالبداية بنشوف زميلتنا زينب يوسف عندها فقرة وبنرجع وياكم مع ضيفنا. حياكم. طبعا احنا كلنا متعودين ني ونشرب قهوتنا بكل سهوله، بس ما نستوعب ايش كثر تحضيرها ممكن يكون شيء صعب. اليوم ويانا الباريستا الكويتيه سندس الفارسي بتعلمنا اكثر عن هالشيء وبنجرب وياها. الباريستا كمسمى شنو بالعربي؟ الباريستا بالعربي هو صانع القهوة، وهو اللي يعرف كل أنواع القهوة ويعرف شلون يسوي اللاتي أرت، وهو الوحيد اللي يعرف يضبطه. إنزين شلون تعلمت هالشيء؟ تعلمت هالشيء بنفسك ولا يعني شلون دشيت هالعالم؟ أنا صراحة تعلمته يعني نظري، لما كنت أشوفهم شلون يسوون كنت أقلدهم. فكان يعني واحد من الستاف علمني على تبخير الحليب، والتبخير الحليب شوي فيه ديتيلز، فيعني تعلمت عليه ونجحت فيه، يعني كنظري نجحت فيه الحمد لله. انزين وانت اول يعني من بدايتك دشيت الكافيه على طول ولا كان في تمهيد حق هالشيء؟ دشيت الكافيه على طول، كان يعني استثمر فيه وقت فراغي، اتعلم منه وافيد الناس فيه واطلع فيه هواياتي وابرزهم، فتعلمت عليه. انت طالبه بس قاعده تشتغلين، يعني قاعده تعتبرين هالشيء كهوايه ولا اكثر كبارت تايم جوب؟ قاعده اعتبره اكثر كهوايه. أوكي. ومو بارت تايم، يعني كان اول فتره انه بارت تايم استثمر وقت فراغي، بس صار بالنسبه لي يعني جزء من يومي، لازم هالمكان اجيله،
يعني اطلع فيه طاقتي، اسوي فيه كل شيء. وعرفتي توازنين بين الاثنين، بين الدراسه والقهوه؟ اي قدرت اوازن. اي يعني رتبت وقتي بين يعني دراستي وامتحاناتي وهم وقت القهوه. انت اساسا تحبين القهوه؟ انا حبيتها لما دشيت بالمجال، بس قبل لا ما كنت احبها. زي. يعني ما كان لي علم فيها. وقولي لنا يعني شلون توجهك كان من رياضه الى عالم القهوه؟ اكيد في فرق. انا اولا كنت يعني رياضيه من وانا صغيره، كانت بدايتي جمباز وباليه وبعدين كره سله، يعني مختصر لمده دامت 4 سنين ضبط. دشيت منتخب الكويت لكره اليد، رحنا معسكر تركيا، ولما ردينا من المعسكر حاشتني اصابه بالكتف وبسببها اعتزلت تقريبا سنة ونص. بعدين رديت ان انا العب كره الطائره من فتره لفتره، وطبعا من صديقتي حفزتني ان احنا ندش قهوه ونتعلم ونستفيد ونستثمر وقت فراغنا. يعني الصراحه كان يعني عندنا وايد وقت فراغ، فحبينا نستثمر فيه ونفيد الناس فيه. طبعا احس انه صعب ان الوحده تصير باريستا، يعني وان مع قبول الناس احس يعني مو وايد يعني يستغربون اكثر اذا شافوا بنت كويتيه قاعده تشتغل بقهوه. الصراحه يعني على الكاستمر اللي انا قاعده اشوفهم وايد قاعد يقولوا لي جو اهد استمري، احنا وايد فخورين ان احنا نشوف بنت كويتيه تشتغل، ونشوف بنت كويتيه تسوي انواع القهوه، تسوي لاتيه ارت ونصورها ويصورون رسمتي، يعني وايد فخورين بهالشيء. كان دخولي بالبدايه شوي صعب يعني، بس لان انا بسرعه اتعلم فتعلمت عليها بسرعه كباريستا الحمد لله. وانت قلتي سالفه اللاتيه ارت. اللاتيه ارت هو شكل ينرسم فوق القهوه، هو اساس القهوه، هو اساس الحالات منها. يعني لما تدوقين القهوه تشوفين الشكل انت تشربينها. يعني اللاتيه ارت هو يتكون من حليب ويتكون من قهوه، يحتاج اول شيء انك ترسمين ورقه. الورقه هذه ترسمين عليها اللاتيه ارت اللي انت تبينه، الشكل اللي نرسم على القهوه. شو تسوين؟ تجهزين الحليب وتجهزين الشوت اللي هو القهوه. تاخذين الحليب تبخرينه على درجه حراره معينه وبدقه، ولازم حركه عشان تبخرينه عشان ما يحترق ولا يكون شكل اللاتيه ارت مو ضابط. طبعا من اهم الاسئله اللي احنا نشوفها اللي هو يعني اهلك، هل هم حفزوك ولا حاس يعني مانعوش بهالشيء بما انه شيء جديد يعني؟ اي طبعا اهلي هم اول ناس حفزوني، طبعا من رضا الوالده ومن بعدها الحمد لله. مو بس اهلي، عندي وايد يعني ناس حفزوني اللي هم اصدقائي، وايد افتخروا بهالشيء، ويعني خواتي هم يعني كانوا يحبون هالمجال فدشيت فيه على طول، وايد حفزوني. اي الحمد لله. شلون قاعد تطورين من نفسك؟ قاعد افكر ان انا ان شاء الله اذا عديت مرحله الباريستا واصير اكثر من باريستا افتح لي بزنس واستثمر فيه، ويكون يعني بزنس ان شاء الله ناجح ان شاء الله. يا رب. يعطيك الف عافيه، مشكوره وايد. العفو. ولو نشوفكم على خير بحلقه جديده. مع السلامه. مشاركات مميزة لمنتخبات الكويت في دورة الألعاب الخليجية الثالثة. شرفتونا وكنتوا الأوائل في عدد الميداليات، وبتشرفونا في ليالي الكويت في كل ليلة بيضتوها. تابعوا نجوم الكويت الرياضيين كل يوم في ليالي الكويت. شيء نوله عليه لردينا من ديرة قريبة ولا بعيدة، هلاكل الكويتي الناطع وخلنا تأكلنا الكويتي. ودي أقول ريحة شكذا حلوة، ريحة برياني وجبات متنوعة ما شاء الله. قمنا ناكلها بالطيارة، هذا شيء ما كان موجود. حتى التشريبة اليريش والهريش كلها في الطيران. والكويتي دائما انه قادر انه يكون موجود في كل الخدمات اللي قاعد تقدمونها.
باختصار مثل ما يقولون في الكويتين قمة النطاعة. اعتادت الهيئة العامة للرياضة الاهتمام بجميع الأمور المتعلقة برعاية الأنشطة الرياضية والتأكد على توسيع فرص الممارسة الجماعية للرياضة وإطلاق قدرات وطاقات الشباب في النواحي الرياضية بتفعيل يحقق الغاية والهدف معاً، وهذا ما أكدت عليه في دعمها الكبير في إنجاح دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة والتي أقيمت مؤخراً على أرض دولة الكويت. بنسولف أكثر عن هذا الدعم ومواضيع أخرى مع الدكتور حمود فليطح المدير العام للهيئة العامة للرياضة. الحين في ليالي الكويت. حياكم الله معانا من جديد. روحنا ذهبية ويبنى الميداليات الذهبية، ألف ألف مبروك لكل الفرق الكويتية وللكويت تتويجها كبطلة لدورة الألعاب الخليجية الثالثة اللي استمتعنا جدا بكل الانتصارات اللي شفناها وتشاركنا مع أخواننا الخليجيين في هذه المنافسات الجميلة جدا. واليوم مثل ما شفتوا راح يكون ضيفنا هو الدكتور حمود فليطح. ألف ألف مبروك ويا هلا ومرحبا فيك معنا بليالي الكويت. الله يبارك فيك، وبالعكس أنا سعيد جدا أني أكون متواجد معاكم اليوم بصحبتي صحبة أخوي فهيد، ويعني لابد أن أشيد بداية الحقيقة في دور وزارة الإعلام ممثلة معالي الوزير وأيضا الأخ سعود الخالدي وكيل وزارة والغناة الرياضية وجميع العاملين بوزارة الإعلام اللي كان لهم دور كبير الحقيقة ومميز في إبراز هذه البطولة في هذه الصورة اللي تابعها كل أهل الكويت وكل أخواننا في دول الخليج واللي حظيت في إشادة الحقيقة تنظيمية وفنية. تستاهلون أكيد بضاري، يعني الأمانة إنجاز كبير وفرحتونا في الميداليات والتنظيم مثل ما ذكرت حضرتك. إحنا شفنا التنظيم، ممكن كل اللي تابعوا البطولة شافوا التنظيم، ويعني وانت كنتوا تراهنون على التنظيم وفي ناس يمكن كانت تتحدى وما تشوف ان انتم قادرين ان على هذا التنظيم، لكن بالفعل كسبتوا الذهب وكسبتوا التنظيم الاكثر من رائع للامانه. لكن مضاري يمكن الاستعدادات المنتخبات بشكل عام يمكن ما كان يعني كامل مستوياتهم، لكن فرحونا في ميدالياتهم واحتلوا المراكز الاولى. نعم. كلمنا عن استعدادات المنتخبات واستعدادات البطولة وبشكل عام البطولة. طبعا هذه البطولة هي بطولة خليجية مجمعة، سبق أن صارت مرتين، بدت في البحرين ومن ثم في 2015 في المملكة العربية السعودية في الدمام، ومن ذيك الفترة نتيجة الإيقاف الرياضي اللي وقع على الكويت وأيضا نتيجة للوضع حتى السياسي العاصف اللي الحقيقة كان في دول المستعاون وقفت هذه البطولة، ويعني بالأخير استضافتها الكويت. للأسف أن تم تأجيلها يمكن مرتين أو ثلاث مرات بسبب كورونا، يعني كانت فترة تغام من 2019، ولكن نتيجة كورونا والأحداث اللي صارت وكل يوم وضع البلد صحيح. مرة فاتحين ومرة مسكرين، تأجلت مرتين وهذه المرة الثالثة اللي صارت فيها. يمكن هذا أكيد أنه راح يأثر على استعداد اللاعبين، ولكن فادنا في جانب معين. احنا اليوم يعني كنا في حاجه ماسه ان تكون عندنا بطوله مجمعه بهذا الغدر، وعشان ابين لكم حجم البطوله يعني اللي شارك فيها عدد اللاعبين تجاوز ال 1500 لاعب ولاعبه، لو نقيس معاهم الاجهزه والكوادر اللي هي الفنيه والطبيه المصاحبه وصلوا ل 2500 اللي كان يسوي لهم دعم لوجستي من سواء اللجنة الأولمبية، الهيئة، وزارة الإعلام، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، الإطفاء، الدفاع المدني إلى آخره. التوتل تقريبا تجاوز 5000. نعم. يعني اللي اهتموا في هذه البطولة. فإحنا كنا بحاجة أن يعني نقوم في بطولة لعدة أسباب. رغم واحد أننا بنطور منشآتنا. نعم. وهذا اللي قدرنا ويمكن شفته من خلال النقل التلفزيوني، المنشآت الحقيقة كانت على أعلى مستوى. كنا من الجانب الفني
نبي نعرف احنا شنو موقعنا من الاعراب على مستوى الخليج، خصوصا ان هناك لغط الكويت متخلفه رياضيا، الكويت كذا، والناس كلهم يغسون هالامر على كره القدم. نعم. ومتناسين ان اليوم في 24 لعبه ثانيه غيرها، واللي شفتوا الابطال الحين الواعدين اللي طلعوا فيها. فعرفنا وين موقعنا من الخليج، وليس هذا طموحنا طبعا. اليوم فعلا في تفوق على مستوى الخليج في جميع الالعاب بدليل النتائج، حصلنا على 96 ميداليه بالترتيب العام، وايضا بالذهب احنا 36 الاول. نعم. يعني في كل بالذهب وبالفضه وبالبرونز وبالترتيب العام الميداليات. بالضبط. فهذا اعطانا انطباع الحين وين موقعنا، واكيد ان هذا مو طموحنا. اليوم احنا نوجه رساله للاتحادات انه يفترض الان هل هؤلاء النجوم اللي صعدوا الى منصات التتويج يفترض انه يكون لهم برامج تدريبيه افضل، فرق تدريبيه، مدربين، كوادر فنيه افضل، تحطوا لهم خطط، لان هذا صار نواه لبطل ممكن يكون بطل اسيوي او بطل اولمبي. نعم. الامر الثالث احنا يعني للامانه يعني البطوله هي والنتائج اللي حققناها هي نتيجه للدعم الكبير اللي نحصله دائما من القياده السياسيه بدوله الكويت. احنا في كل لقاء مع سيدي سمو الامير وسيدي سمو العهد يعني يحثونا على الاهتمام في الرياضه والاهتمام بالشباب. وكنا يعني وفق الميزانيات الحقيقة المرصودة نحاول ندعم الشباب كثر ما نقدر. واعتقد أن اليوم يعني هذه النتائج هي رسالة واضحة من أبنائنا الرياضيين لنا كمسؤولين وحتى للقيادة العليا أن هذا موقعنا في ظل ما يصرف. فما بالك لو يكون الصرف أكبر. يعني أكبر أكيد راح تكون نتائجنا أكيد مشجعة. لما نتكلم عن مسألة الصرف والميزانيات والمكافآت اللي ممكن يعني تكون ملزوم فيها للاعبين وللفرق والأندية، دائما يقولون احنا بالكويت نبخل على الرياضة وان الميزانيات تكون في أدنى المستويات نسبة لبقية دول الخليج، ومع هذا يبنى الذهب وحصلنا على المراكز الأولى. المطالبات هذه إيش كثر ممكن تكون يعني محزنة للوسط الرياضي إن لا يتم الاستماع لها؟ والله يعني أختي غادة يعني إحنا بالهيئة العامة للرياضة نتلمس المشاكل من قبل الاتحادات والأندية، ونعرف اليوم إن يعني ما يصرف على الرياضة الكويتية لا يعني يفي بالحاجة المطلوبة. يعني أعطيكم مثال إن مثل اليوم في كرة القدم إحنا عندنا 5 محترفين في لكل نادي، وايضا في كره السله في محترف، باليد محترفين 2، وبالطائره محترف، معناته في 9 محترفين. احنا الى اليوم ميزانياتنا اللي من 20 30 سنه نعطي حق لاعبين 2 محترفين 20,000 دينار. شو تسوي هذه؟ فطبعا احنا نرفع في كل ميزانيه نرفع مبالغ، للاسف يعني وزاره الماليه غير متجاوبه هذا الامر، لان ينظرون يعني احنا اليوم رياضتنا ما زالت رياضه حكوميه. واحنا اليوم الحقيقه بالهيئه العامه للرياضه قاعد ندفع بكل ما نملك ان تخصص الرياضه، ويكون يعني اليوم يعني الدوله مو مطلوب، يعني باعتقاد الدوله الان مو مطلوب منها ان تعامل لاعبيننا الان كاحتراف كمحترفين مثل ما قاعد يصير باوروبا، لان هناك كلها قطاع خاص، يعني كلها انديه تجاريه وانديه خاصه، واللاعب ورا المكافآت. يعني اليوم مثلا لاعبين التنس العالميين وين في مكافأة عاليه؟ تصير مع دبي يروح يلعب لان ورا الجائزه، تصير في الصين يروح يلعب. هذا الاحتراف الحقيقي. احنا الى اليوم انديتنا متعوده على دعم حكومي، والدعم الحكومي مرتبط بميزانيات، مرتبط في ظروف سياسيه واقتصاديه. احنا اليوم ما يخفي عليكم كورونا والازمه اللي صارت والوضع الاقتصادي العام، كل الدول تقريبا تاثرت اقتصاديا، فاصبح من اولويات الدوله اليوم انها تهتم بالتعليم، يمكن بالصحه، الرياضه يمكن في خلينا نقول منتصف الاولويات يعني. طيب بس بضاري يعني يمكن شفنا الدول اللي حولنا في اهتمام كبير بالجانب الرياضي مثل ما تفضلت. طيب شنو الخطوه اللي مأخره هذه الخصخصه الانديه او نقول الانديه التجاريه تصير تجاريه اكثر وهي تشيل عمرها يعني الانديه؟ ايه احنا الحين اشتغلنا على جانبين. الجانب الاول لله الحمد يعني استطعنا من خلال طرح الحكومه وايضا تعاون الاخوان في مجلس الامه اصدرنا قانون للاستثمار الرياضي. هذا الاستثمار الان بدا في الانديه والاتحادات، وبدات الان بعض الانديه يمكن تقريبا عندي 5 أو 6 انديه صار عندها استثمار حقيقي، العائد من الاستثمار اكثر من اللي الدوله تدفع له.
فأصبح هو يعني في غنى استثمار في المنشآت إيه. استثمار تجاري في منشأته. اليوم عندنا الكويت، القادسية، نادي النصر، صليبخات، يعني أغلب الأندية الحين بدأت في هذا الجانب. وأتوقع يعني مني لخمس سنوات راح تكون كل الأندية والاتحادات عملت استثماراتها. يعني مثال اتحاد كرة القدم استثمار قيمة استثماره بالعشرين سنة القادمة 43 مليون دينار. نعم. فبالتالي يعني أصبح في غنى عن دعم الدولة. هذا الجانب اللي نشتغل فيه. الجانب الآخر تشريعي، الآن في مجلس الأمة موجود قانون، بس إن شاء الله يجتمعون الإخوان، إقرار قانون لإنشاء الأندية التجارية. فممكن يكون عندك نادي كرة قدم تجاري، أو نادي كرة سلة، أو نادي كرة طائرة بغالب تجاري. الشخص اللي هو رغبان في هذا الأمر ويتحمل تحت أي مظلة. يعني أنا أصلا السؤال اللي يدور ببالي الحين، إحنا عندنا أندية وعندنا اتحادات وعندنا الهيئة العامة، شلون ترتبطون كلكم تحت أي مظلة؟ شلون القرارات يعني تتم بينكم وبين لا الأمر بسيط جدا. اليوم مثل على سبيل كرة القدم، اللي يدير النشاط اتحاد كرة القدم وعنده الآن 16 نادي. لو ما في دعم من الهيئة؟ لا، في دعم للاتحاد. احنا طبعا نعطي الاتحاد، وهو عنده طبعا مردود الخاص واستثماره والسبونسر وغيره. الآن لو انشئ نادي تجاري يبي ينضم للدوري، يروح حق اتحاد الكرة ويطلب منه شنو المتطلبات عشان انضم لك. اي، راح يكون على مستوى اعلى. فاتوقع هذا يعني هذا التوجه. اذا احنا نفكر في اليوم نطور رياضتنا التنافسية ونوصل لكأس العالم ونغارع العالم، لازم هذا الأمر يصير. إنما نظل على دعم حكومي، يعني حتى الدول الشيوعية حولت أنديتها ويعني خلينا نقول إلى كيانات تجارية. ضروري بضاري أكيد لازم يكون هذه الخطوة، لازم يعني لازم تكون الخطوة هذه موجودة حق شبابنا ونجومنا. طبعا إحنا ويانا راح يكونون أبطال المبارزة موجودين معانا إن شاء الله بعد بضاري، راح نستضيفهم ومحققين ميداليات وذهب. لكن أنا سولفت وياهم تحت الهواء فقلت صار يعني في تكريم ما في تكريم، قالوا ثاني يوم بعد البطولة تم تكريمنا الحمد لله. فيعني أعتقد هذه خطوة حلوة وجديدة على الهيئة، يمكن تكرمون أنتوا لكن مو ثاني يوم يعني. طبعا هذا الأمر الحقيقة سجل للجنة الأولمبية برئاسة أخوي الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الحقيقة، وإخوانه الأعزاء أعضاء اللجنة الأولمبية، اللي الحقيقة أثناء يعني مناقشتنا معهم للميزانية حطوا بند يتعلق في تكريم اللاعبين، ووعدونا أن فيما لو غل هذا البند راح نغطيه من قبل السبونسر والمعلنين اللي معاهم. وفعلا الحقيقه يعني اول مره يمكن يصير بالكويت انه يعني فرق يعني ثاني يوم البطوله تكرم وبمبالغ يعني مجزيه بالنسبه لهم. فهذا شيء يسجل للشيخ فهد، وايضا ترى نجاح البطوله يسجل للجنه الاولمبيه. احنا اليوم الهيئه العامه للرياضه احنا دعم لوجستي لهم، احنا دعمناهم في المنشآت في تطويرها في الميزانيه، ولكن العمل الميداني يسجل للجنة الأولمبية، وبالأخير هذا نجاح للكويت كلها الحقيقة. أكيد أكيد. والجمهور اللي حضر أيضا كان سبب رئيسي من هذا النجاح. ملح البطولة. خلينا نتكلم عن المنشآت الرياضية. فاجأتونا بصراحة، سواء اللي حضر المنشآت الجديدة اللي يعني أول مرة، في بعض الناس أول مرة أصلا تشوف هذه المنشآت على هذا المستوى العالي جدا، وبانتظار أيضا إن شاء الله مشاريع أخرى. دكتور والله شوفي، احنا المنشآت لله الحمد يعني يعني انا دائما اقول البطولات هي اللي تجذب للدولة المنشآت. يعني اليوم يعني الاخوان في قطر لما استضافوا كأس العالم نتيجة تعهدات قدموها قبل 10 سنوات ان يبنون ملاعب، يبنون مثلا فنادق، يعملون منشآت معينة، فاللي جاب هالشيء البطولة. صح. فانا اعتقد اليوم توسعنا في إقامة البطولات راح يساعد في ان نطور ايضا منشآتنا. يعني البطوله اقيمت على 17 منشاه موجوده تابعه للانديه والاتحادات والهيئه العامه للرياضه، واعتقد شفتوها كانت على مستوى عالي، ويعني حتى فيها اشاده من اخواننا الخليجيين اللي شفناه شيء مناسب. احنا حاطين في خططنا الان هناك العديد من المنشآت. عندنا مثلا اليوم في صاله العربي راح تفتتح صاله متعدده الاغراض، موجود في نادي القادسية الآن صالة متعددة الأغراض عبارة عن نادي كامل الحقيقة على وشك أنها تفتتح. استاد لكرة القدم في نادي صليبخات سعة 15 المتفرج، استاد الآن موجود بالفحيحيل شغالين فيه، يعني خلال سنتين يخلص، أيضا مع مبنى أو صالة كبيرة. كنا مجهزين الحقيقة اللي هو مخطط لاستاد النادي العربي ونادي القادسية،
وخلصنا من هذه المراحل، ولكن نظرا لخلينا نقول الظروف الماليه اللي تمر فيها الدوله ما عززونا في مبالغ ماليه عشان نبدا ننفذ. ايضا اللجنه الاولمبيه عندهم الان منشاه، وانا يمكن صرح فيها اليوم اعتقد المدينه الاولمبيه، عندهم مدينه اولمبيه موجوده في هذه موجوده في منطقه جابر الاحمد، هذا التصميم جاهز، هذا التصميم جاهز للتنفيذ. كانت هذه الحقيقه في عهده وزاره الاسكان من ضمن مشاريع وزاره الاسكان، واللي معروف يعني ان وزاره الاسكان دائما هي تتولى كل المنشآت الموجوده، مثلا الجمعيه، مخفر، مسجد، من ضمنها هذه. فالظاهر ان تكلفتها عاليه، طلبوا من وزاره الماليه يعني تعزيز مالي، ما اعطوهم، فالان اصبحت يعني حبيسه الادراج للاسف. والله التصميم اكثر للأسف من رائع، هذا التصميم الرائع الصراحه يظل حبيس الادراج. يعني غير اولمبيه بمستوى عالي، تغطي جميع الالعاب تقريبا، ارضها موجوده، تصميمها موجود، ولكن للاسف ملعبين كرة قدم، التنفيذ يعني غير أولمبية كاملة، يعني تقدر تقيم فيها حتى ساكن فيها، بالضبط كل شيء فيها، كل شيء فيها الحقيقة. ونتمنى نشوفها، نأمل إن شاء الله أن يعني ندعم من وزارة المالية لتكون هذه على أرض الواقع بإذن الله. والله صراحة مبنى جميل، جميل. أعتقد أول مرة ينعرض بضاري، ولا أول مرة ينعرض عندكم؟ أنا جبت لكم لسبب، لأن أنا صرحت فيه بالصحف وأنا متوقع أنكم تسألوني اليوم. نعم. فجبت عشان يعني ناكد للناس ان ما قاعد نقول كلام بالهواء، يعني قاعد ناكد لهم يعني عملنا وشغلنا اللي قاعد نسويه. هذا تصميم للتنفيذ للعلم، يعني جاهز للتنفيذ، وشركه عالميه اللي صممته. إيه مكتب عالمي هذا اللي مسويه. نعم. لو تمت الموافقه عليه ايش كثر ياخذ وقت للتنفيذ؟ والله تحديدا ما اقدر اقول لك، لان هذا عمل تدريب انشائي، بس مو اقل من 3 سنوات، هذا مو اقل من 3 سنوات، ولكن يعني على الأقل نبدأ في هذا الأمر. نعم. إن شاء الله بضاري نشوفه، لأن صراحة مبنى جميل ويستاهلون يعني، والأبطال اللي موجودين عندنا وتستضيف فيه بطولة عالمية إن شاء الله. أساساً الكويت تستاهل إنه يكون فيها منشآت على هالمستوى هذا. بضاري يمكن صرحت عن قبل فترة تقديم ورقة عمل لتفعيل اقتراح الرئيس المصري إن عام 2023 عام الشباب. نعم. عدل. صحيح. يعني عام الشباب. شنو معناها عام الشباب؟ هل في بطولات؟ وين راح يقام؟ خلنا نتكلم او عطنا تفاصيل عن هذا. احنا طبعا كنا الاسبوع الماضي في اجتماع لوزراء الشباب في القاهره، وانا يعني رحت بتكليف من معالي الوزير الاخ محمد الراجحي، كلفني اني انوب عنه في هذا الاجتماع. والكويت يعني فازت في المكتب التنفيذي من اصل 22 دوله، اختاروا 8 دول، كنا احنا من ضمن اللي حظينا بثقه الاخوان الوزراء. وايضا على هامش هذا الاجتماع قابلنا يعني تشرفنا في مقابله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واللي الحقيقه سمعنا منه يعني توجيهات مهمه للشباب. الحقيقه الرجل كان يعني حريص كل الحرص ان اليوم الشباب العربي يمثل 70% من الشعوب العربيه الحقيقه، واليوم التحديات اللي تواجه شبابنا من مخدرات، من مثلا امور يعني دخيله على مجتمعاتنا، من تهديدات يعني الحقيقه حزبيه سياسيه الى اخره، يجب ان نحتوي هؤلاء الشباب في اطار عمل شبابي مميز. وايضا اليوم يعني خلينا نقول ما كان يغري الشباب قبل 10 سنين او 20 سنه ما اصبح يهمهم اليوم. نعم. اليوم تغير الشباب اليوم مختلفين، اختلف عقليته، اختلف تفكيره، اختلفت الادوات. اليوم احنا عيالنا مهددين ببيوتهم، ولدنا قاعد بغرفته داش بالتليفون، داش باليوتيوب، ولا داش ما اعرف ايش، ممكن يعني اذا ما تكون انت مؤسسه تاسيس صح ممكن يتاثر في هذه الجوانب. أكيد. ولذلك احنا يعني حريصين كل الحرص ان نطور برامجنا، ما اصبحت البرامج التقليديه الاول تفيده. من هالمنطلق الحقيقه يعني بعد اجتماع الرئيس قررنا ان تكون هناك لجنه راح تكون تجتمع بالكويت من بعض وزراء الشباب، تستعين بعض الاختصاصيين يعني في علم الشباب واختصاصيين ايضا نفسيين، اللي خلينا نقول نطلع في برامج جديده نعتقد انها تلبي طموحات الشباب. هذا طبعا جانب على المستوى العربي، ولكن اليوم كل دوله ايضا معنيه في شبابها، ولان كل دوله لها طبيعه. أكيد. طبيعه شبابنا تختلف عن طبيعه المغرب، غير عن طبيعه مثلا الاخوان في مصر. هذه يعني امور يعني لازم الدوله تنتبه لها، واعتقد ان الاخوان القائمين على هيئه الشباب منتبهين لهذا الامر باذن الله.
يعني لما نتكلم عن دعم الشباب أو عام خاص يعني على مدار العام يكون للشباب، هو فقط للرياضة ولا راح يكون لترويج أفكار مختلفة؟ لا لا لا، هو مو عمل رياضي، العمل الرياضي مختصين في الرياضيين، هذا عمل شبابي، تجمعات يعني مثلا حثوا على مثلا ضم الأخوان اللي هم الكشافة. يعني اليوم برنامج الكشافة برنامج مهم الحقيقة، والكثير من الناس، أنا واحد من الناس تعلمت فيه بالسابق أنه شلون تطلع الحلات الكشافة للحين موجود. بالعكس طول العمر ان هذا يعني انا حتى لما كنت بامريكا ادرس كانوا يطلعونا في اماكن يعلمون الواحد على شلون يتعايش مع الاجواء الخارجيه، شلون يستخدم البوصله، شلون لو صار في ظرف معين. هذه امور ترى اليوم عيالنا لاحظوا الحين البرامج اللي ناجحه بالكويت شنو تتوقعون اللي انا قاعد اشوفها؟ عيالنا ملوا من الالعاب الكمبيوتر هذا. اليوم اي واحد مسوي له نشاط في تحدي بدني يروح. أنا أعرف ناس الآن مسوين حتى في عند اسطبل معين مسوي له شغلة، في واحد من العسكريين إخواننا العسكريين القدامى أعتقد إذا ماني غلطان في مروج مسوين شيء مشابه، في شغلة فيها تشالنج حق الأولاد يحبون يعني الولد حركة وده يطلع لازم. والبنت تطلع إنه صغار يتحرك يصعد له شيء ينزل يسوي مثلا كذا. هذه الأمور اللي تطلعهم من أجواء الكمبيوتر وأجواء البلاي ستيشن وأجواء كذا. ففي الحقيقه يعني انشطه جديده. انا اشوف اللي متابع ما يحدث في امريكا وفي اوروبا للشباب مختلف جدا عن اللي قاعد يصير عندنا. نعم. يعني قاعد يعودونهم على الاعتماد على النفس. وهذا اللي يفتقدونه عيالنا. انت لاحظ عيالنا الحين لو بالسوق وياك ولدك ضاع قام يبكي. يعني كنا مخترع شيك اركد اهدى. يعني لو هذا متهيئ صح ما يكون بهالصوره هذه. نعم. لو عنده الثقه بالنفس، لو اهله معطينا الثقه بالنفس، عيالنا الحين من يطلع من بيته. نعم. والحين الموضوع كبير والله يا دكتور، يعني صح. تخاف عليهم من الشارع، من السيارات، من الخطف، الأمور شوية أصبحت أكثر تعقيد من صحيح. السلاسة اللي كانت موجودة قبل، لكن أيضا كان في اعتماد على مراكز شبابية شبابنا. موجودة في المناطق. نعم. الحين نوعا ما يعني قل التركيز عليها. الحين طبعا مثل ما قلت لك إحنا لازم نتغير مع التغيرات اللي قاعدة تصير. احنا طبعا هيئه الرياضه غير عن هيئه الشباب. الشباب فيها مراكز عباره عن مسابح، صالات مغلقه، عندهم يعني تجهيزات اكثر منا صراحه. احنا ساحات مكشوفه. فالان بدينا احنا في بالنسبه فيما يتعلق في هيئه الرياضه لاحظنا بالاونه الاخيره ان بداوا الناس في لعبه البادل. صح. وامانه انا حتى مارستها مع عيالي مع بناتي، يعني لعبه جميله وتناسب كل الاعمار الصراحه. ويعني فيها فن، يعني مو لعبه يعني تحدي كثر ما هي لعبه تونس عامه. فاليوم احنا قاعد نفكر بشكل جدي ان ساحاتنا الرياضيه بدل ما هي ملاعب بس سله وطائره وغدم، ان يكون فيها ملاعب بادل، ان يكون فيها متنفس حق كبار السن، ان ممشى مناسب، ان يكون فيها جزء ركن حق الاطفال للعب. يعني اليوم الواحد ما يبي يطلع من بيته بروحه. صح. ممكن اطلع وياي عيالي مع زوجتي، هذا بيلعب هني، هذا بيمشي، هذا بيلعب بادل. فالفكر تغير. شغالين الان خلال الثلاث اشهر القادمه راح تشوفون تغيير في فلسفه الساحات الرياضيه عندنا. بس شلون الاصابه بضاري مع لعب البادل؟ لا لا، على الواقف على الواقف خفيف. الحين في لياقه؟ لا الحين الحمد لله. الله يعطيك الصحه ابو ضاري. يمكن كره القدم او الاكيد كره القدم الاكثر شعبيه بالعالم. نعم. ما نختلف عليها، وهي دائما يعني في الصداره في كل الالعاب مع احترام الجميع الالعاب. يمكن شفنا منتخب الثلاث تحت 23 سنه ودع بطوله. صح. اسيا. ما انك انت لاعب سابق دولي ومسؤول، سبب خروج المنتخب في هذه البطوله؟ شوف، اذا بتكلم عن كره القدم، احنا اليوم في كره القدم قاعد نمر في مرحله انتقاليه، في مجلس اداره سابق والان مجلس جديد، يعني ما صار له اسبوعين من الان. والمجلس الجديد ما يمدي ايضا يغير البرامج اللي كانت موضوعه بالسابق. طبعا الاتحاد الاسيوي للاسف وضع بطولتين في توقيت متقارب. بطولتنا هذه اللي هي مالت الشباب وتصفيات كاس اسيا اللي بتنطلق بكره، بعد بكره يوم الاربعاء. فاحنا فريقنا يعني الفريق الاول معتمد بشكل كبير على لاعبين الاولمبي. فكان تقريبا حوالي 6 إلى 8 لاعبين منهم منضمين للفريق الاول. لان الاتحاد ما شاركوا في الاتحاد امام خيارين. يا تضحي في بطوله الشباب يا بطوله اسيا. واعتقد ان خيارهم كان على بطوله اسيا. فلذلك تقريبا 6 أو 8 لاعبين انضموا للفريق الاول في معسكر تدريبي في ابو ظبي، الان ردوا الكويت وبطولتهم عقب باكر.
بعض اللاعبين ايضا الاساسيين في الاولمبي ظروف الامتحانات الحين امتحاناتهم صح وللاسف يعني بعض الجهات انا اسمحوا لي اقول هالكلام من خلالكم بعض الدكاتره سواء في التطبيق او بالجامعه ما قاعد يقدرون ابنائنا في هذا الجانب ولذلك الولد يقول والله انا دراستي مستقبلي افضل هذه الازمه للحين موجوده للحين موجوده للاسف فتزامن ان مجموعه موجوده مع الفريق الاول ومجموعه اعتذرت يعني اغلب اللاعبين اللي لعبوا الان في البطوله ما لعبوا حتى بالدوري مع انديتهم يعني ما عندهم ديتش لهذا فهذا اول سبب زين اليوم الاتحاد الجديد ما عنده عصا سحريه هذه مو لعبه فرديه هذه لعبه جماعيه تحتاج الى بناء فريق تحتاج الى ان تجيب لك مدرب جيد تحط لك استراتيجيه بعيده المدى فاعتقد انه يعني البرنامج اللي انا شفته من السيد عبد الله الشاهين الاخوه اللي معاه الخطه اللي عاملينها خلال السنتين القادمين اعتقد راح تقود رياضتنا ان تتطور بشكل افضل نامل ان شاء الله من يعني ندعي الله سبحانه وتعالى ان يتاهلون الان لكاس اسيا وهذا الشيء المهم الحقيقه والمنافسات يعني بعد يومين يعني اطلب من الجماهير الكويتيه ان تسحب الاستاذ جابر و يعني تكون مؤازره للفريقه ومتاملين خير منهم ان شاء الله يستاهلون اكيد بس لازم نصبر على الالعاب الجماعيه سواء القدم او السله او الطائره واليد لان اعدادها يختلف عن الالعاب الفرديه هذا مجموعه تيم فريق بناء فريق يحتاج لبين سنتين الى ثلاث سنوات فنحتاج وقت يعني نتحملهم ما يخالف والله الأمان الجمهور تعب وهو يتحمل ودائما يكون موجود ودائما يكون بالملاعب ويشجع وسند وظهر للاعبين بس لا تكسرون فيهم أملنا فيهم كبير صراحة أكيد يستاهلون الدعم بضاري قبل شوي ذكرت التفرغ وموضوع طلبة الجامعة وإذا كان عنده بطولة أو مباراة أو شيء كذي يعني هذا من المسؤول عن موضوع التفرغ الطالب إذا عنده جامعة أو هيئة وساعات حتى الموظفين يعني ما يعطونهم تفرغ بالضبط للأسف موضوع الموظفين هذا وفق القانون المفروض غصبا عليه أي مسؤول يطلعه مو بكيفه هذا قانون طالب اللي ما يعطي اللي ما يطلع خالف القانون وإحنا ما نبي نوصل لمرحلة أن نروح نشتكي على بعض صراحة يبقى موضوع التطبيق وغيره يعني أنا بقارن لكم بين أمرين مختلفين وقت اللي أنا كنت ألعب مع عسكرنا بالبرازيل أيام الشيخ فهد الأحمد الله يرحمه يابولنا هناك وفد من الكويت امتحننا هناك ورد تخيلوا بالبرازيل ها يعني طيران 13 تحنون بالسفاره مثلا ففي تقدير يعني بعض الدكاتره الله يمسيهم بالخير الحي منهم والميت منهم الله يرحمه كانوا يقدروننا لما يعني طالعين المنتخب يقول اوكي روح انت مسموح سوي لي بحث واذا رديت عوض معي في تقدير الصراحه فيعني المفروض اليوم الاخوان الاساتذه والدكاتره الافاضل يعرفون ان هذا عنده عمل وطني كلفة في مهام ثانية عوض له أموره يعني هذا طالع خدمة بلد هاد أهله وهاد يمكن بعضهم متزوجين وبعضهم هادين عيالهم علشان يدافع عن علم الكويت أنت تقول له لا إذا ما تحضر ترى أنت ساقط شنو الكلام هذا ما يصير هالشيء يعني يمكن البعض يقولنا أنتوا كنتوا جيل ذهبي وكنتوا يعني تحققون بطولات فكان يعني ما حد يقدر يقول لا لأن أكيد هم ضامنين البطولات الحين اللاعبين للأسف الشديد الأجواء كلها مو قاعد تساعدهم فيمكن حتى الدكتور يقول أنا ليش أضيع مستقبل الطالب وبيروح وبيرجع وما راح يجيب معه أي نتيجة فهذه شغلة أيضا سلبية ممكن تكون يعني لصالح الدكاترة والموجهين والمدرسين نرجع نتكلم عن الانتقالات اللاعبين هذه قاعد نسمع عنها برا بشكل يعني خلاص صار في سيستم معين معروف وواضح ومن قبلها يتم الإعلان ونعرف إن متى راح فلان ينتقل للمكان الفلاني احنا عندنا ما زالت يعني مسألة الإعارة والانتقالات يعني والاحتكار حتى ما هو واضح هو طبعا احنا ما المفروض نقارن نفسنا باللي يصير برا لان برا نظام احترافي واضح كامل. عندهم سيستم الان الشيء الجيد اللي انا فرحان منه ان الاتحاد الدولي بدا يلتفت للدول اللي مثلنا اللي يعني ما زالت الانديه متحكمه بلاعبينها وصار الان فرضوا على الاتحادات بما فيهم اتحاد كره القدم ان يكون هناك عندكم لائحه لانتقالات اللاعبين يعني ما يجوز اللاعب طول عمره قاعد بالنادي ما يقدر يطلع ويجي له عروض الحقيقه من انديه ثانيه وساعات في لاعبين موهوبين الصراحه لو يروح يلعب مثلا في دول الخليج يمكن ياخذ ملايين اقول الصراحه في عندنا لاعبين في هذا المستوى فالان اللي فهمته وهذا طبعا عمل خاص في الاتحاد بس عشان نكون بصوره احنا اليوم الهيئه احنا علينا التوجيه
والمناشدة وأن نرجوهم أن يقومون في هذا العمل. بس اللي أنا أعرف أن اليوم الاتحاد واصل لمرحلة نهائية في إغرار لائحة لانتقالات اللاعبين تحفظ حقوق النادي وتحفظ حقوق اللاعب، بحيث أنه أعتقد في الانتقال الأول يكون 70% من المبلغ للنادي و30 لللاعب أو 60-40، وبعدين لما ينتقل اللاعب عاد يكون حر في انتقاله. الأمر المهم اللي يعني حتى من خلالكم أنا أنغله الاتحاد الكرة أنه يحرصون على السن، السن اللاعب بالانتقال، يعني ما يصير مثل الطائرة تقول لما يطوف عمره 30 يروح ينتقل، 30 انتهى اللاعب إصابات. أي بالضبط، اليوم ما يجوز، يعني مثل أتوقع سن 23 إلى 25، نعم، مقبول على الأقل اللاعب لو فرضنا أنه يلعب لسن 30-32 يكون عنده مجال 4-5 سنوات يقدر يتحكم في عقده بحيث أنه يكون له مردود مالي. أعتقد أن هذا الجانب فرض عليهم الاتحاد الدولي وهم واصلين للمراحل النهائية ينهونه. أيضا في شغلة ثانية قاعد يسوونها سيئة الحقيقة بالأندية اللي هي اللي يسمونها إعارة اللاعبين. يعني اللاعب أنا عندي 24 لاعب حق كرة القدم، عندي لاعبين زايدين وزينين، ما راح أعطيهم نادي ثاني أسوي لهم إعارة، يعني ظل الحين رقبته بيدي. ما يجوز هالكلام، بس أحسن على الأقل الولد يلعب، يعني بدل خليه يلعب نادي ثاني. والإعارة تكون مثل للاعب لاعبين، مثل عندك لاعب مصاب أبي أرفع من الكشف، لاعب يصاب مثلا، لاعب راح يدرس بأمريكا مثلا أرفعه، بس ما أرفع مثلا 11 لاعب صح. غير ال 24 صار عندي 35 لاعب. اي ايش خليت حق باقي الانديه؟ هذا احتكار، يعني احتكار يعتبر. يعني احنا قاعد نحاربه بتوجيهاتنا للاخوان بالاتحاد، واتوقع ان الاخوان متفاهمين لهذا الامر. بضار يمكن قبل فتره كان في على موضوع العمر اللاعبين، عمر معين بعدين اللاعب ما يصير يستلم الاحتراف الجزئي 35 سنة. هل هذا شنو صار على الموضوع هذا؟ وهل في عمر معين يوقف اللاعب المفروض او ما يستلم؟ يعني هو الفكره من دعم اللاعبين بالمبلغ هذا كان دعم يعني من الدوله، يعني ان نفيد اللاعب نعطيه شويه تحفين. ميزه زياده على موضوع راتبه. للاسف في بعض الالعاب الفرديه استغلوها بعض اللاعبين انه يصير عمره فوق ال 40 للحين لاعب، يعني ما يجوز. فانت اللاعب هذا اللي ياخذ غتل واحد صغير كان يفترض انه يدش صح بالاحتراف، يعني عمره تو 18 سنه داش الاحتراف. ف يعني احنا نعرف ان في ابطال، يعني اليوم مثلا بالرمايه ابطال الرمايه كبار بالعمر، لعبه الرمايه يعني الطرقي، فهد الدحاني، بعض الشباب عمرهم فوق ال 40 وابطال عالميين، هذه لها وضع خاص. انما مثلا شلون لاعب العاب وهو عمره 40 سنه؟ يعني هذا جهد وسبرنت وركض لياقه، ما يجوز. مثلا شلون لاعب تنس ارضي فيها جهد عمره فوق ال 40؟ ما يعني. طب انت مع انه يكون الاعتزال الزامي؟ يعني هذا راجع للاعب. ناخذ رايك انت. انا والله ما انا ترى اعتزلت عمري 28 سنه، ها كان بامكاني العب اكثر صراحه، بس هو قرار شخصي حق اللاعب، هو المفروض يقص الحق من نفسه يعني. بس اعتقد انه في ربحيه للاعب، ولا ليش يعني يصر على انه يظل مستمر بالملاعب؟ الربحيه الحين انه ياخذ له 500 دينار يقول انا ظل كني يعني كنا معاش. الله معاش، انا اروح بس العب اتدرب ومن يحاسبني فزت ولا ما فزت، واخذ اخر الشهر 500 دينار او 400 دينار. نعم. هذه الفكرة. احنا بضاري يمكن انت كل ما تصرح تصريح، انا ما ادري بعد اللغة شنو راح يصير يعني، بس انت كل ما تصرح تصريح يصير يمكن شوف تويتر اليوم ايه شغال ما, ما بنقول هجوم، لكن يصير تعليق على اي موضوع تقوله او اي خبر تقوله. ليش قاعد نشوف هذا الشيء وياك بالذات؟ ايش رايك ناخذ منك تصريح ندخلك بمشاكل؟ انا في كذا تصريح. لا خليني اقول لك، اليوم انا يعني موجود على راس يعني مؤسسة يعني يهتم الكويتين كلهم، يعني اليوم مثلا في بعض الوزارات ما في اهتمام للمواطن انه يتابعها، بس اليوم الرياضه ما في اب او ام او بنت او اخ او اخو اللي، لان اليوم الرياضه هي فخر الكويت والمنافسات هي فخر، وايضا حتى المنافسات الداخليه هي صح انتماءات هذه صح صح تحقق يعني رغبة شخصية عند الناس. اليوم واحد عرباوي واحد قدماوي واحد قدساوي، فيصير هذا يعني اللقب. دكتور تتوقع ما زال في عرباوي وقدساوي ولا كلهم صاروا يا دوري انجليزي يا دوري لا اسباني؟ الحين شوف ما عاد في دوري كويتي. الحين المباريات العربي والقادسية ومباريات الكويت الحقيقة تحضر جماهير صراحة، يعني ما زال جماهيرهم. فاليوم يعني اكيد اي تصريح انا اقوله او يعني في ناس تدري مؤيدين وناس معارضين وناس عندهم يعني تحزبات خاصة يعني
مع ناس ضد ناس، تدري نتيجة الصراعات الرياضية السابقة. اليوم تجاوزنا هذه المرحلة، اليوم كل الموجودين نعمل لمصلحة البلد، ويدنا مفتوحة ومكاتبنا مفتوحة، وأنا لله الحمد يعني تربطني علاقة حميمة مع كل العاملين بالوسط الرياضي، سواء أندية شاملة أو أندية متخصصة أو اتحادات. والدليل اليوم الاستقرار اللي تشوفه يعني بالرياضة، يعني حتى على مستوى الانتخابات ما تشوف صراع ونجرة ومشاكل. قبل تذكرون الأندية انغسامات 9-7 6-ما شنو، ما فيها الكلام هذا الحين. فصار الوضع يعني على قولت القايل مستقر. إنما يمكن ألاحظ الآن مفزنا بالبطولة الخليجية، يمكن اللي تكلموا عنها وعن المدح شيء بسيط، كل الحين رايحين على الغدم. الغدم انهزم زين، خلوا الغدم يعود 17 بطولة 17 فريق. بعدين أنا أعطيك مثال بسيط رغم أنه ما له علاقة في التشبيه اللي بقوله. حاليا أمريكا الأول على العالم في الرياضة بالأولمبياد، روسيا رقم 2، الصين رقم 3. شنو هم وقعهم من الإعراب في كرة القدم؟ ما عندهم. بس تقدر تقول عنهم رياضيين أو متخلفين رياضياً؟ لا طبعاً. المشكلة فينا مو في أفكار الناس. أوكي كرة القدم مهمة، قاعد يبنونها الجماعة، بس هي اللعبة الشعبية رقم واحد. قاعد نحاول فيها بعد، شو نسويها؟ هذا يعني قاعد نحاول فيها إن شاء الله. جواكم الله يا أبو ضاري، وجهودكم واضحة، ونتمنى صراحة الصرح الجميل اللي شفناه أنه يتم تنفيذ الأمانة. بإذن الله بإذن الله إن شاء الله. أنا أشكرك جدا، وإذا عندك أي كلمة أخيرة تحب توجهها من خلال شاشة التلفزيون، وإذا تقول لنا يعني إيش كثر الإعلام الرياضي قاعد يفيد ويساعد يعني بتوصيل الصوت للمسؤولين بصورة عامة. أنا الحقيقة طبعا أرد أكرر شكر الحقيقة لكم يعني كليالي الكويت، وأيضا شكر لوزارة الإعلام بشكل عام. ويعني أنا متأكد أن بطولتنا السابقة لا يمكن أن تنجح لولا التغطية الإعلامية المميزة. يعني فعلا تغطية إعلامية مميزة. أنا أشوف الجميع وين ما أروح دواوين، وين ما بالدوام عند أصدقائي، الجميع بجميع الفئات قاعد تتابعون، وكانت يعني الشاشة الحقيقة جميلة مغطي يعني حتى القناة الأولى الصراحة يعني أنا تفاجأت في هذا الأمر. فاليوم تغطيتكم أكيد راح تميز لاعبيننا، ابراجكم للنجوم اليوم اللي تستضيفونهم سواء عقبي او اللي شفتهم خلال الايام اللي طافت، هذول يعني فخر للكويت وفخر لاهلهم. لما اليوم اهله يشوفون ولدهم اليوم طالع بالتلفزيون ويقابلونه ويغدرونه ورافع علم الكويت، واليوم هذا اللاعب يمثل الشعب كله ما يمثل نفسه، هذا يعطي حتى اللاعب مستقبلا المسؤوليه انه يكون على قدر المسؤوليه خلقا وفنا ويعني سلوكا. فبالتالي يعني أنا أعتقد أن اليوم دوركم مميز، ونأمل يمكن بس الجانب هذا أنه يكون دور السبونسر الناس اللي تدعم الرياضة ماديا يكون أكبر من الشركات. لأن اليوم كثر ما دشت الشركات لدعم الرياضة كل ما انهضت رياضتنا وصار مستواها أعلى بإذن الله. كل الشكر لك دكتور حمود فليطح، كل الشكر لك. الله. شكرا لك. مشاهدينا فاصل نرجع لكم إن شاء الله. من هو الأقدم؟ من اللي دخل الكويت قبل، الليوة أو الطنبورة؟ طنبورة بلا شك. الأستاذ عوض الدوخي والدكتور يوسف الدوخي تناولوا الطنبورة، سووا تطوير يعني على الطنبورة. في الكويت يعتبر هو الفن الوحيد الاثنو ميوزك، يسمونها اهل الشرق في بعضها الشرق يسمونها طنبره. طنبره هو الفن اسمه كله طنبوره. كله طنبوره. مشاركات مميزة لمنتخبات الكويت في دورة الألعاب الخليجية الثالثة. شرفتونا وكنتوا الأوائل في عدد الميداليات، وبتشرفونا في ليالي الكويت في كل ليلة بيضتوها. تابعوا نجوم الكويت الرياضيين كل يوم في ليالي الكويت.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، ويانا طبعا نجومنا ومثل ما تشوفون الذهب والفضه والبرونز، ابطال المبارزه اللي مشرفينا ومنورينا بالاستديو. يا هلا ومرحبا فيكم. اهلا فيك. نتعرف اول شيء على اساميكم. بندر الشمعان. وعلي فاضل. عمار العماري. والنعم فيكم وحياكم الله. طبعا المبارزه حصدتوا الذهب، لكن خلينا نتكلم عن كل واحد او البطوله او السلاح اللي دش فيه او اللي شارك فيها. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافيه. دشينا البطوله، احنا لعبتنا لعبه الصابر. بالفردي عمار حصل على الذهبيه، وبالفرق يعني الجماعي خذينا الذهبيه. نعم جميل جدا. عمار كلمني عن المنافسه، شلون كانت وشنو احساسك لما وصلت للذهب؟ طبعا المنافسه كانت قويه، هي هذه بطوله العاب خليجيه، اول مره تصير البطوله هذه. طبعا كان مبارزه العاب خليجيه، الحمد لله حققت على مركز الاول بالفردي وحصلنا مركز الاول فرق. البطوله مثل ما قلت لكم ان يعني كانت حلوه، حافز لنا، بس طموحنا ان شاء الله الاسيويه والعالميه باذن الله. ان شاء الله. والبطل طبعا انا العب سلاح غير عنهم، طبعا المبارزه فيها ثلاث اسلحه، انا السلاح اللي لعبت فيه سلاح الفلوري، وبالفردي حققت الذهبيه ولله الحمد، وبالفرق خذيت الفضيه. جميل. ما كانت بخاطر، كانت ودي الذهبيه بس الله ان شاء الله الذهبيه بطوله اسيا باذن الله. ان شاء الله احنا يعني باكر غاده هم مسافرين، عدل باكر مسافرين عندكم باتر. بطوله اسيا وين؟ كوريا. كوريا زين. المنتخبات اللي شاركت الخليجيه الموجوده وياكم شلون كانت المنافسه؟ في تطور في المنتخبات الخليجيه ولا تحس نفس المستوى بس انه انتم فرقتوا عن المستويات الثانيه او الفرق الثانيه؟ لا والله في يعني حتى احنا عندنا اعداد، حتى هم عندهم اعداد، يعني مثلا المنتخب السعودي احنا كل بطوله نروح نشوفهم موجودين، منتخب قطر عندك كذا لاعب عايش برا قاعد يتمرن برا ويدرس برا، منتخب الاماراتي عندهم استعدادات وعندهم هم بطولات ومعسكرات رايحين، قبل لا يجون البطوله كانوا معسكرين بمصر، وفي عند المنتخب البحريني هم كانوا رايحين مصر ومعسكرين هناك وهم كانوا منافسين اقوياء يعني. وانتم شلون كانت استعداداتكم قبل البطوله؟ وتتوقعون يعني لو كان عندكم وقت اطول كان ممكن تكون نتائج افضل ولا الحمد لله على كذي؟ لا احنا كنا بايطاليا، معسكر ايطاليا 10 ايام، والحمد لله يعني هناك كنا رايحين ايطاليا مع لاعبين اولمبيين. الحمد لله استفدنا منهم وايد وهذه نتيجتها. اكيد اكيد. طيب انا الحين نعرفه بالرياضه، واحد لازم يكون عنده لياقه، لياقه بدنيه عشان يلعب اي رياضه ايا كان. لكن المبارزه احنا يعني كمتابعين نشوف، احنا يعني ندري ان اللاعب داش مباراه او البطوله ندري انه يكون جاهز بدنيا. لكن شو اللي يميز اللاعب يعني اللي يحصد اكثر نقاط او اللي يفوز؟ هل تكون لياقته عاليه او تكون ردة فعل؟ تركيز مثلا، توافق عضلي. شوف هذه تكتيكات لعب، اكو لاعب دفاعه وايد قوي. واكو لاعب دفاع هجومه وايد قوي. طبعا هو يختلف، في لاعب يتميز بالدفاع بالهجوم مو قوي. بس يعني انا بوجهه نظري يمكن اهم نقطه حق اللاعب بالمبارزه هي رده الفعل. حتى احدى الطرق اللي يختارون اللاعبين قبل ما يختارون على المدارس اكو اختبار المسطره، يمسك مسطره يهدى يشوف رده فعله. فهذا نفس اختبارات بسيطه، فاحنا نحتاج رده الفعل. فحتى يمكن لو تلاحظون اللاعبين من البدايه يمكن لما يوصلون مراحل متقدمه بالمبارزه راح تلاحظون ردات فعلهم تختلف مثلا بالبدايه عن النهايه. فهي ردة فعل العنصر الأساسي بالمبارزة. طبعا أكيد نحتاج اللياقة، نحتاج التركيز، نحتاج الفنيات، نحتاج المشاركات، نحتاج الاحتكاك. أخوك وياك مشارك بطولة ولا وين؟ في عندك أخو مشارك بطولة شيء؟ ايه؟ أحد يلعب وياك؟ إيه عندي. منو؟ عندي أخو يوسف رايح معنا كوريا وشارك معنا بطولة الخليج. شنو أخذ؟ الفردي ما اخذ شيء بس طاح من عمار دور الثمانيه. تقابلوا يعني؟ اي وبالفرق معانا كان المركز الاول. طيب طيب عمار، بطولتكم او معسكركم باكر معسكر ولا بطوله؟ بطوله. بطوله نتكلم عن البطوله شوي، كم لاعب مشارك، كم مده البطوله وهذه الامور؟ طبعا بطولتنا احنا مثل ما قال لك فلوراي وسابر وبي، احنا من السابر مشاركين تقريبا 70 لاعب بكل دول اسيا، وهذه بطولة آسيوية يعني إن شاء الله بإذن الله راح تسمعون أخبار طيبة. طيب من المنتخبات الآسيوية اللي تنافس أو اللي خايفين منها نوعا ما؟ شوف هم طبعا يعني العالم كله قاعد يشتغل،
بس اسيا احنا صدمونا الاولمبيه اللي طافت بطل اولمبي بسلاح يانا كان ماخذ ظني سلاح السابر بعد اسيوي بس الاسيوي اللي بسلاح يانا هو هونغ كونغي حلو لاعب ممتاز لاعب اولمبي بطل اولمبي وبطل اولمبي بطل عالم بطل اسيا وياك في نفس السلاح ويا بنفسي ان شاء الله تتقابل انت وياه بس ان شاء الله الاسيوي اللي طافت شناوي عليه قبل اسيويتين لعبت معه لعب كان حلو بس يعني ان شاء الله هالمره ابيضها اكثر ان شاء الله في مستوى ان شاء الله وقدود باذن الله المباغته مهمه عندكم باللعبه انك تفاجئ الشخص اللي قدامك او الخصم يعني هالشوف هالسؤال ممكن لان احنا عندنا ثلاث اسلحه مثلا عندك لعبه سلاح السابر يمكن هو كلمك عنها بعدين تمتاز بالسرعه الفلوري يعني مثلا شوي نحتاج تركيز تكتيك لعب اهدى ممكن لمسه مفاجئه ممكن اهجم عليه ممكن اضغط عليه فكل لعبه لها اسلوبها الخاص بالتمرين لها تحكيمها الخاص لها لبس الخاص لها سلاحها الخاص فتختلف يعني عشان احنا مثلا ثلاث اسلحه كل لعبه لها سلاح مدربها الخاص اختلاف السلاح يكون بشنو يعني بالطول مثلا او لا لان انا اشوفهم كله واحد لا انا قاعد اتكلم عن لعبتي وهم يتكلم عن لعبتهم انا لعبه لعبه الفلوري نهايه السيف في نفس دقمه صغيره اوكي الدقمه هذه من تحوش اللاعب تنور الجهاز طبعا انا فتنحسب بوينت اي تنحسب بس اذا كان داخل الهدف الهدف اللي انا احطه بتكون الجسم من قدام والظهر الايد ما تنحسب فكنا نفس الزديري مال الدشداشه فهذه اللمسه اللي انا احتاج المسها تركيز يمكن اكثر هذه يعني صعبه شوي اذا بتاخذها شيء كلها صعبه يعني كل واحده لها لعبه مثل ما قلت لك لها فنيات تكنيك معين ولعبتك او سلاحك سلاح السابر اللي هو مثل اللشط يعني الجزء العلوي اللي فوق كله مع الراس اوكي اي مكان بالجسم من فوق من الخصر فوق اي لو تحوش اللاعب بس لو لمسه خفيفه كذي راح ينور الجهاز على طول مثل بالضبط نفس السابر انا طيب شو اللي حببكم بالمبارزه يعني ليش اخترتوا هذه اللعبه بالذات نبدي معك بندر والله على الوالد يعني الوالد هو كان يلعب مبارزه كان بطل اي ما ادري اجيله ما ادري عيال عمي لعبوا اللي اكبر من عندنا بعدين احنا بلشنا ترى نفس الشيء هي لعبه المبارزه خلينا نقول ما لها جمهور وايد اي فانا خالي كان لاعب مبارزه وكان حكم دولي فهو اللي سحبني حق المبارزه حتى بالبدايه مدشيت يمكن قعدت سنتين وطلعت ما بيها بس بعدين لا رديت واستمريت فيها حلو عمار انا خالي دكتور سمان حاجي طبعا بطل اسيا اوجه له تحيه بس انا ترى كنت داش اللعبه مو حابها حتى يا خالتي كذي داش اي والله حتى يا خالتي يعني هناك بالهذا قلت لهم شلون تلعبون يعني اللعبه هذه بعدين دشيت والحمد لله يعني توفقت طيب البطوله الاخيره شو الجمهور شلون الجمهور كان حضور جمهور في تفاعل جمهور صراحه الجمهور هم لاعبين المبارزه يعني لاعبين الانديه ممكن بعض ربعنا يمكن الخارج المبارزه فاما الجمهور مثلا حضور خلينا نقول اللعبات الجماعيه نفس كره قدم سله اليد ما كان كذي زين بصراحه دام انتم على التلفزيون احنا على الهواء الاهتمام في اهتمام بالهيئه بالانديه شوف الهيئة مهتمة فينا اهتمام وايد حلو ما ردونا أي طلب يعني إحنا عمار يضحك أنا ما أدري ليش عمار قاعد يضحك بعدين سألنا نفس السؤال هو المتحدث بالرسمي لا والله بالعكس يعني شوف إحنا يعني قبل ما كان عندنا مثلاً فيزيوثيرابي معالج بدني الحين صار عندنا الحين مدرب لياقة بدنية دعمنا بالتفرغات أول بأول قاعد نشارك بطولات معسكرات ممكن نحتاج بطولات أكثر دعم أكثر وهم أنا نقطة ودي أركز عليها اتحاد مال المبارزه يبي له اعاده ترميم اوف قويه هذه احنا اتحادنا قديم من اول ما تاسس يمكن قصدك الصاله نفسها الصاله ما نبي صاله احنا بالدعيه مكاننا مرتاحين فيه بس نبي صاله جديده ما دام قاعد تجيبون ميداليات يعني يجب ان ينظر بالموضوع ايه يعني لدرجه قبل اسبوعين مو صارت موجه اخباره ايه وقفنا التمرين الاخبار يدش داخل الصاله ايه وكله حر وللحين اذا طق مطر تخر عندنا الصاله والله لا تستاهلون هذا اللي نبيها طيب عمار المشاركات تقدر تشارك انت يعني مثلا في بطوله تجاريه ولا لازم تبع اتحاد ولا انديه لا لازم مع الاتحاد يعني هو يعني نفس التنس مثلا وكذي لا يصير بس لازم تستخدم الاتحاد يعني الحين اذا انا لاعب منتخب قاعد يطلعون يعني الحين بطولات الدكتور محمود فليطح طبعا نشكره مسوي لنا اعداد اولمبي والحمد لله ماشيين عليه وان شاء الله انتهى الاولمبيات باريس
إن شاء الله يا رب. إحنا نتمنى لكم كل التوفيق والفوز بكل البطولات القادمة وبيضتوها فعلا كانت روحكم ذهبية ويبتوا الذهب، فألف مبروك للكويت عيالها وشبابها والذهب اللي حصلت عليه. شكرا لكم شباب. ألف مبروك أكيد لكم، ونتمنى بعد بطولة آسيا نستضيفكم هنا بالذهب إن شاء الله. إن شاء الله. مشاهدينا الحين ويانا بيكون الزميل محمد دشتي، لكن بعد هذا الفاصل. مشاركات مميزة لمنتخبات الكويت في دورة الألعاب الخليجية الثالثة. شرفتونا وكنتوا الأوائل في عدد الميداليات، وبتشرفونا في ليالي الكويت في كل ليلة بيضتوها. تابعوا نجوم الكويت الرياضيين كل يوم في ليالي الكويت. شيء نوله عليه لردينا من ديره قريبه ولا بعيده، هلاكل الكويتي الناطع وخلنا تاكلنا الكويتي. ودي اقول ريحه ايش كثر حلوه، ريحه برياني وجبات متنوعه ما شاء الله. قمنا ناكلها بالطياره، هذا الشيء ما كان موجود، حتى تشريبه، حتى التشريبه الريش والعريش كلها في الطيران. والكويتي دائما انه قادر انه يكون موجود في كل الخدمات اللي قاعد تقدمونها. باختصار مثل ما يقولون بالكويتي قمه النطاعه. مساكم الله بالخير متابعينا ومشاهدين طبعا برنامج ريال الكويت. في اليوم عندنا طبعا اخبار متنوعه ومختلفه، مع الاسف داونز داونز داونز، طلاق بطلاق بطلاق، بس فيها فلوس فلوس، ملايين وملايين ملايين. طبعا خبرنا اليوم الاول اللي بسولف فيكم عن اشهر حالات اللي صارت الانفصال بين النجوم، والغرامات الماليه الخرافيه والمطالبات القضائيه اللي تبعها طلاق. يعني خلاص بعد المطالبات والغرامات والمالية واللي صار طلقوا بعض مع الأسف. الخبر الأول طبعا، أول حالة عندنا حصلت مع دياندرا دوغلاس على 45 مليون دولار بعد انفصالها عن الممثل الشهير مايكل دوغلاس عام 2000، وتزوج بعدها النجمة كاثرين زيتا جونز. طبعا الحبيب ما تأخر على طول. الحالة الثانية يقول لكم توصل كل من مخرج تايتانيك جيمس كاميرون والممثلة ليندا هاملتون إلى تسوية عام 1999، التزم بموجبها كاميرون أن يدفع 50 مليون دولار، ومن ثم مضى ليخرج فيلم أفاتار. سبحان الله خيرة على طول، تعوض ما تعطل. طبعا حالتنا الثالثة، وفي عام 2004 بالضبط، اضطر الممثل هاريسون فورد المشهور طبعا بأعماله باقتناء الطائرات، ويحب انه يقتني الطائرات الصغيره ذات الدفع اللي هي يسمونها، اللي خلينا نقول مبالغها 85 مليون ولا شيء عادي، شنو 85 مليون دولار عادي يعني. طبعا سلم زوجته ايميليا ماثيسون الطيارات اللي شراها اللي قيمتها 85 مليون دولار، اعطاه حقوق ملكيه جزئين من فيلم حرب النجوم، وثالث اجزاء من فيلم إنديانا جونز. الله يرزقها ويرزقنا ملايين. الممثلة طبعا إيمي أرفينغ طبعا حصلت على 100 مليون دولار من المخرج العالمي ستيفن سبيلبرغ، لكن سبيلبرغ طبعا عوض خسارته وكسب فوقها دبل دبل الدبلات، مثل ما نقول طبعا ان هذا طبعا يعني مخرج عالمي وطبعا معروف ومشهور وصاحب يعني خلينا نقول جوائز إيمي وجوائز اللي هي هوليوود.
طبعا احنا الحين طبعا هالمخرج هذا اللي هو هاريسون فورد طبعا مثل فيلم اسمه اللي هو مال الرئيس الامريكي اللي حصد على جوائز اوسكار منها افضل ممثل دانيال دي لويس. طبعا اما ميل جيبسون طبعا النجم الجميل بريف هارت اللي هو طبعا اللي يحبون الناس بسبه عيونه لون عيونه الخضر اللي انفصل عن الممرضه رودن مور بعد حياة زوجية استمرت 3 عقود وياب منها 7 يهال دفع لها مبلغ خرافي وصل إلى 450 مليون دولار بس 450 دولار ومشى. والله بيني وبينكم ترى تستاهل مرتبع يعني بريف هارت عاد. طبعا أما بالوطن العربي الحالات الأكثر غرامات اللي دفعوها وغريبة خلينا نقول، لكن تكلمنا طبعا أسرع عن حالات الطلاق بالوسط الفني. يقول لكم الفنان الراحل رشدي أبابا هو أسرع فنان مصري تزوج واتخذ قرار بالطلاق خلاص نهى الحياة الزوجية سريعا، حيث جاء بعد يوم واحد من زواجه من المطربة اللبنانية صباح الله يرحمها طبعا ويجعلها في إن شاء الله الجنة. نهى علاقته فيها بعد يوم، يعني تزوجوا اليوم يا باتر يقول لها يعطيك العافية مع السلامة طلق. هذه فقرتنا انتهت، في أمان الله أسلم زملائي نهاية الحلقة الجميلة إن شاء الله ويعطيهم العافية الزميل فهيد والزميلة غادة. يعطيك العافية يا محمد. بس والله يعطيك العافية محمد، ويعني كلمتنا وايد عن طلاقات وعن مبالغ بس ما كلمتنا عن أهم موضوع شغل الشارع العالمي كله، الهوشة اللي صارت بالمحكمة بين جوني ديب وأمبر هيب. فيعني الموضوع الرجال كلهم كانوا مبسوطين لا إن جوني كسب. والحين شنو الحين شاكيرا وبيكي لاعب برشلونة والله هذيل حسب بعد غضية صايرة. عموما يعطيك العافية محمد، ووصلنا وياكم مشاهدينا الختام، تصبحون على خير، مع السلامة.